سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، وحييكم أحلى تحية ونتواصل معكم في تقديم حلقة جديدة نأخذكم للتعرف على آخر المستجدات والمتابعات الرياضية. بإمكان جميع مشاهدي البرنامج متابعة البرنامج على الهواء عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بقناة الشرقية. إذا نبدأ جولة هذا اليوم كالمعتاد من أهم العناوين. وزارة الشباب والرياضة تشجب التصرفات المشينة التي تلقي بظلالها على كرتنا، وتطالب الجماهير الرياضية ببث روح الأخوة والتسامح للوقوف خلف منتخبنا الوطني. قرعة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم للموسم الجديد تضع ممثلين الزوراء والجوية في مجموعتين متكافئتين، وإدارتا الناديين تعربان عن ارتياحهما لفرق المجموعتين. والشوط الثالث يعيد مرة أخرى سوء صحة العداء العراقي الكبير بطل آسيا الأسبق فيصل مكي، التي نضعها أمام أنظار المسؤولين لمد يد العون وإنقاذ حالته الصحية المتدهورة. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين. إذ أكدت وزارة الشباب والرياضة بث روح الأخوة والتعاون بين الجماهير الرياضية العراقية الداعمة لملف رفع الحظر عن ملاعبنا، وبالتالي الوقوف خلف منتخبنا الوطني في تصفية كأس العالم المؤهلة إلى روسيا 2018. وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا تلقى الشوط الثالث نسخة منه، تحدثت فيه عن حرصها على التعامل المثالي مع جماهيرنا الرياضية بصورة عامة وجماهير الكرة بصورة خاصة، وإنها تشجب بذات الوقت أي تصرفات مشينة لا تمت إلى الروح الرياضية بصلة. وبينت الوزارة أن الرياضة وجدت أصلا بث روح الأخوة والتسامح التي كانت سببا في توحيد جماهير شعبنا خلف المنتخبات الوطنية وأنديتها، لذلك فأن أي تصرف غير محسوب سينعكس سلبا على الرياضة العراقية والملفات التي نسعى من خلالها إلى رفع الحظر عن ملاعبنا، وتدعو إلى حالة جديدة ومؤثرة في التعاون مع الجميع لكي لا تتكرر أي حادثة تعكر صفو الأجواء في ملاعبنا. وإن وجود ملاعب جيدة لدى الأندية وتوفير الضروريات اللازمة لها كفيل بخلق جيل جديد من اللاعبين وبقية الألعاب، ويأتي بثماره بصورة مستمرة للنادي أفضل من البحث عن صفقات للاعبين جاهزين بأسعار خيالية قد يخسرها النادي في أي وقت مع تراجع مستوى اللاعب المتعاقد. ويدعو البيان اتحاد الكرة للمطالب في الوقت نفسه بتهيئة الملاعب النظامية والحفاظ على سلامة اللعبة وجماليتها حتى نعطي صورة مشرقة عن وضع الكرة في العراق. أكيد إحنا دعواتنا مستمرة إلى جمهورنا الرائع العراقي الكريم العزيز المحب للكرة المحب للرياضة. إحنا بصراحة دائما ما ننادي وندعو الجميع إلى التشجيع النظيف، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن الهتافات العنصرية، بعيدا عن الاستهداف الانتقاص ما عاذ الله. الكل مطالبة بأن تقف خلف أنديتها وخلف المنتخب الوطني العراقي، خلف الكرة العراقية، لأنه إحنا الآن تحت الأنظار، الكل يتابع الآن شي يصير بالعراق بالملاعب بالرياضة، وبالتالي الجمهور العراقي أيضا مطالب أن يكون أداة مساعدة للوزارة لاتحاد الكرة للاعبين برفع الحظر، لأن التشجيع النظيف يعطي رسالة بها الكثير من التفاؤل إلى كل اللي يخافون يجون يلعبون بالعراق، نقول لهم أهلا وسهلا بكم تعالوا. وهاي مهمة أعتقد جمهورنا قادر على إيصالها، جمهورنا الوفي العزيز اللي طالما هتف بحب اللاعبين كان تشجيعه وما زال جميل جدا يعطي رونق للكرة العراقية. وبالتالي إحنا الراهن على الجديد بإذن الله تعالى، وأن ننحي ونبتعد لما جرى هنا وهناك من البعض القلة المحسوبين على الجماهير الرياضية. وأكيد أكيد يمكن التشجيع النظيف رح يولد نوع من الارتياح والمستوى الكبير للاعبين في أن نصل بدورينا بمنتخبنا بلاعبنا إلى المستوى اللي نطمح إليه. مشاهدينا الأحبة، الدعوات ما زالت مستمرة عبر الشوط الثالث عبر نجوم الرياضة العراقية، أبناء المجتمع العراقي بكل شرائحه
دعواتهم مستمرة ومناداتهم إلى الفيفا برفع الحظر عن ملاعبنا الرياضية. نتابع هذا البرومو الفاصل الخاص والذي نواصل بثه عبر الشوط الثالث لحين ما يتحقق المراد ويرفع الحظر عن ملاعبنا بإذن الله. نتابع. ارفعوا الحظر عن ملاعبنا العراقية. ويضرب من بعيد وإرهاد عمودي ممتاز الآن فيفا ليفت بان اون إيراكي استاليوم مقطوعة بالرأس وضمها معيد العباس جول أسلم درجال ارفعوا الحظر عن ملاعبنا العراقية. عدنان عدنان درجال هدف الفريق. فيفا ليفت بان اون إيراكي هادي صلاح الى الفيفا ارفعوا الحظر عن الملاعب العراقيه. فيفا ليفت بين اون ايراك. احمد راضي ارفعوا الحظر عن ملاعبنا العراقيه. فيفا ليف بان اون ايراك. ان شاء الله دعوات لاعبينا وابناء مجتمعنا والعراقيين كلهم تصل وأن تتكلل الجهود برفع الحظر عن ملاعبنا بإذن الله تعالى. أيضا سادتي المشاهدين حرصنا في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز أن نروج إلى مدننا الآمنة، مدننا الحبيبة أربيل والبصرة وكربلاء وكل مدننا الحبيبة، لا ننسى العزيزة الغالية بغداد اللي نتمنى مستقبلا أنه تأخذ بنظر الاعتبار والفيفا يجي ويعطينا رأيه. راح نشاهد هذا الفاصل القصير الذي يتحدث عن نعمة الأمن والأمان أدامها الله على شعبنا وعلى أمتنا العربية والإسلامية. نتابع هذا الفاصل عن محافظات أربيل والبصرة وكربلاء. الله ينعم الأمن والأمان على ربوع بلادنا وعلى كل محافظاتنا العزيزة، إنه سميع مجيب. مشاهدينا الأحبة، من ضمن المتابعات الرياضية التي نحرص أن نضعها أمامكم أولا بأول نذهب إلى قرعة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم التي تكللت في النسخة الماضية بحصول فريق القوة الجوية العراقي على لقبها للمرة الأولى في تاريخ الكرة العراقية. هذه المرة رشح اتحاد الكرة العراقي بطل الدوري وبطل الكأس ممثلا
لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وبالتالي سيكون الزوراء والجوية ممثلا الكرة العراقية في كأس الاتحاد الآسيوي، إذ أعربت إدارتا الزوراء والجوية عن ارتياحهما للقرعة التي أوقعت فريقيهما الزوراء والجوية في مجموعتين متكافئتين حسب ما صرحت إدارة الزوراء والجوية. فريق الزوراء لم يسبق له الحصول على لقب كأس الاتحاد الآسيوي، بينما فريق القوة الجوية استطاع من الحصول على لقب النسخة الماضية بعد الفوز على الفريق الهندي في المباراة النهائية اللي يحتضنها ملعب الوكرة أو ملعب قطر في العاصمة القطرية الدوحة، واللي انتهت بهدف سجل هداف كأس الاتحاد الآسيوي الكابتن حمادي أحمد. كل الدعوات لفريقينا الزوراء والجوية بالظهور بمستوى يلبي الطموحات، ونتمنى من فريق القوة الجوية أن يحافظ على لقبه كبطل لكأس الاتحاد الآسيوي. ولا ننسى الدعوات لفريق نفط الوسط ممثل العراق في بطولة الأندية العربية التي سيخوض مبارياتها في الأراضي اللبنانية. نتمنى الموفقية والنجاح لكل ممثلي الكرة العراقية في المحافل الآسيوية والعربية. للتعرف بتفاصيل أكثر عن مجموعتي الزوراء والجوية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، نتابع هذا التقرير اللي أعد زميلنا زيد السراج، والذي يتحدث عن قرعة المجموعتين وممثلا العراق في هذه البطولة. نتابع. يتطلع بطل الدوري العراقي فريق الزوراء في مشاركته الآسيوية الجديدة للتواجد بشكل قوي من خلال تدعيم صفوفه أثناء فترة الانتقالات بمجموعة جديدة من اللاعبين. فالنوارس إذا ما أرادت التحليق عاليا محليا وقاريا فعليها زيادة قوة الخطوط ومعالجة الأخطاء بشكل سريع. الزوراء وقع في مجموعة ضمت إلى جانبه فرق الجيش السوري والأهلي الأردني والفائز من مباراة الملحق والتي ستجمع فريق السويق العماني بالخليل الفلسطيني. ويبدو أن التوازن حاضر في هذه المجموعة مع تقارب المستويات. أما صاحب اللقب الآسيوي الأخير فريق القوة الجوية فوقع مع فرق الحد البحريني والصفاء اللبناني والوحدة السورية. حجم المسؤولية سيكون أكبر على الصقور مع ضرورة المحافظة على اللقب والظهور بشكل جيد قدر المستطاع، وينتظر الجمهور العراقي عرضا جيدا من القطبين مع تاريخهما الكبير وحجم السمعة التي يتمتع بها كل واحد منهما على مستوى العراق والعالم العربي. شكرا لزميلنا زيد السراج على هذا التقرير. بالتأكيد المجموعتين مناسبان أشوفها من وجهة نظري المتواضعة. الفرق اللي وقعنا بها في هذه المجموعتين أعتقد فريقين الزوراء والجوية قياسا للمكان العالية للأريحية لما يضم من نجوم الكرة تصب، رغم أن كرة القدم ما بها فريق صغير وكبير، للي ينطي عطاء داخل 90 دقيقة أكيد رح يكون هو الأفضل خلال المباراة. لكن إحنا بالمحصلة النهائية وعلى ضوء المستويات اللي نشاهدها للأداء العام للزوراء والجوية نتمنى الموفقية والنجاح والتأهل إلى النهائيات، وليش لا يكون طرف المباراة النهائية الزوراء والجوية، إن شاء الله طموحاتنا قائمة. أيضا مشاهدينا الأحبة، نجم منتخبنا الوطني الكابتن أحمد ياسين تلقى عرضا من نادي معذر القطري الذي يلعب في دوري نجوم قطر، ويبدو أن نتائجه السلبية دعت إدارة النادي لمفاتحة الكابتن أحمد ياسين لتمثيله على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية لمدة 4 أشهر. إذا اتفق
نادي معيذر القطري مع نادي إك سولنا السويدي، يقضي باستعارة العراقي أحمد ياسين المحترف في النادي السويدي لمدة 4 أشهر لتمثيل الفريق بدوري نجوم قطر. واتفقت إدارة الناديين بشكل نهائي على جميع تفاصيل إعارة ياسين اللي تنتهي مع بداية نيسان المقبل. يذكر أن معيذر يحتل المركز 13 قبل الأخير في دوري نجوم قطر ب9 نقاط، ويسعى لتدعيم صفوفه من أجل ضمان البقاء في دوري النجوم. كل الموفقية للكابتن أحمد ياسين، كل الموفقية لإدارة نادي معيذر. أكيد أحمد ياسين عندما يلعب في الدوري القطري ويحتك بنجوم دوري قطر اللي ضم لاعبين كبار في صفوف الفرق المتقدمة، نادي الأخوية، نادي الجيش، نادي السيد، الريان، العربي، هاي الفرق اللي موجودة. ويكفي أنه لاعبنا الدولي علي رحيمة هو يحمل إشارة كابتن نادي الوكرة للموسم 7 على التوالي. نتمنى الموفقية والنجاح للاعبنا أحمد ياسين وإلى كل اللاعبين اللي يمثلونه في الأندية المحترفة. أيضا مشاهدين الأحبة، نأخذكم إلى الدورة التحكيمية اللي جرت في محافظة صلاح الدين. محافظة صلاح الدين العزيزة بدأت تستعيد عافيتها في الشأن الرياضي وبدأت تحتضن الدورات والنشاطات الرياضية. الاتحاد العراقي لكرة القدم بالاتفاق مع لجنة الحكام أو دائرة الحكام في الاتحاد نظموا الدورة التحكيمية التطويرية للمرة الأولى للحكام المبتدئين في محافظة صلاح الدين بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لصلاح الدين بكرة القدم، حيث شارك في هذه الدورة الأولى من نوعها في المحافظة عدد كبير من حكام الكرة في المحافظة بإشراف محاضرين آسيويين. شيء جميل أنه نشاهد الحياة تعود مرة أخرى إلى محافظاتنا العزيزة التي تحررت بسواعد الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة، من رجال الأمن الساهرين على حماية وطننا وأمننا وشعبنا. شيء جميل أنه نشاهد الحياة الرياضية تدب من جديد إلى هذه المحافظة اللي كانت في يوم ما تلعب في دوري الكرة العراقي الممتاز بأربعة أندية، نادي بلد ونادي الدور وسامراء وصلاح الدين. 4 أندية كانت تلعب في مصاف الدوري الممتاز في التسعينيات. نتمنى أن تعاد الحياة مرة أخرى إلى هذه الأندية، إلى الرياضيين، والموفقية والخير لكل رياضتنا. مشاهدينا الأحبة، نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها مكتبنا في محافظة صلاح الدين بإشراف زميلنا عبد السميع الزاوي اللي نتقدم له بالشكر الجزيل على مواكبته لكل الأحداث الرياضية. وبالتالي نضع هذه اللقاءات واللقطات من هذه الدورة أمامكم، نتابع. بالنسبة لهذه الدورة، دورة تسموها دورة حكام المستجدين، من شروطها يعني احنا الأسبوع الماضي كنا في البصرة وقبلها في كربلاء، فالأسبوع القادم أيضا في سليمانية عندنا دورات. هاي الدورات حكام مستجدين حتى نكبر قاعدة التحكيم بالعراق. من شروطها أولا المواليد، يعني نأخذ الحكام صغار السن. 2 الشهادة الدراسية، أقل شيء تحصيل دراسي لازم يكون خريج سادس علمي أو أدبي. السن المشارك وكذلك شهادته الدراسية. احنا اختصاصنا فقط ساحات المكشوفة، كرة قدم ساحات المكشوفة. يعني بصراحة احنا يعني دنعاني من قلة الحكام المميزين في الدوري العراقي. يعني هاي الدورة احنا حوالي 60 مشارك، اذا طلعوا بالنسبة للمحافظة صلاح الدين 20 او 25 حكم من عندهم جيدين، احنا نعتبره نجاح هذا.
منها من ضمن هذول 25 لما راح يشتغلون وياهم الاخوان في لجنة الحكام الفرعية في صلاح الدين هناك راح يفرزون، اذا فرزوا معتهم 5 مثل صلاح الدين ايضا هذا نجاح كبير. المشاركة اخذ شهادة تحكيم درجة ثالثة، اولا سنة تحت الاختبار، بعد ذلك يمنح شهادة درجة ثالثة، وبعد ذلك يتطور ويتدرج بالتحكيم الى الدرجة الثانية والى الدرجة الاولى والى المرحلة الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يقيم الاتحاد العراقي مركز لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد صلاح الدين الفرع لكرة القدم دورة تحكيمية اولية في محافظة صلاح الدين. احنا سؤالك حلو، محافظة صلاح الدين تفتقر الى عدد الحكام في المحافظة، ارتئينا ان نقيم هذه الدورة وتكون المواليد محصورة من مواليد 94 فما فوق، لان المحافظة حيل تفتقر الى حكام، لا فقط الحكام الساحات المفتوحة، الساحات المغلقة ما لنا دخل بهذه. والشروط ان يكون خريج اعدادية اولا، حاصل على شهادة اقل شيء يعني اعدادية ومستمر، مواليد من 1994 صعودا. نعم، وأن يكون رياضي، لازم يكون رياضي. والله المشاكل يعني يعني مثلا قلة الساحات، اولا البنية التحتية ما موجودة، ما دام ماكو بنية تحتية راح تصير مشاكل، تجهيزات قليلة، اهتمام المسؤولين بالرياضة خاصة وبالحكام ضعيف معدوم خلاص. والله نطالب دعم من السادة المسؤولين كافة الرياضيين وبالخصوص الحكام. حقيقة هذه الدورات تقام ضمن نشاطات الاتحاد المركزي لكرة القدم في لجنة الحكام المركزية بالتعاون مع الاتحادات الفرعية في المحافظات ولجنة الحكام الفرعية. هذه الدورة ليست الأولى في العراق، وإنما هذه الدورة الرابعة الآن في هذا خلال هذا الموسم لمحافظة صلاح الدين، وباعتبار هذا النشاط هو مستمر لبناء القاعدة الأساسية في التحكيم، والقاعدة الأساسية تبدي من خلال الدورات أو إقامة هذه الدورات كدورات مستجدين في عملية التحكيم وتطويرها في العراق. حقيقة هذه الدورة الآن أقيمت في سامراء بعدد 63 حكم، هؤلاء الحكام هم كلهم من خريجين الإعدادية والكليات. طبعا بالتأكيد هي هذه احنا اللي يهمنا الآن هي أول هذه الدورة هي خاصة لحكام الساحات المكشوفة فقط، طبعا يصير اختصاص في من خلال ترقيتهم لاحقا. هؤلاء الحكام كلهم رياضيين، ونبدأ احنا نعطيهم محاضرات، نعطيهم هذه المحاضرات للمحاضرات العملية والنظرية. المحاضرات النظرية اللي تهمنا في ثقافة القانون، قانون كرة القدم، بالإضافة إلى بعض المهارات العقلية اللي تخص الحكم كرة القدم. أما في المحاضرات النظرية تتم التطبيقات العملية على تحرك الحكام وإشارات الحكام ومواقفهم أو تمركزهم في خلال المباريات. بالنتيجة طبعا من ضمن المنهاج المخصص لهذه الدورة أنه سيكون هناك اختبار عملي ونظري للحكام. شكرا لزملائنا على هذه التغطية. احنا بصراحة ناشد وزارة الشباب والرياضة، ناشد الحكومة العراقية، المحافظات المحررة يجب ان تعاد البنى التحتية الرياضية لها من جديد، مثل ما هناك معاناة في محافظة الانبار والرمادي بالذات ووصلتنا معاناتهم، اكو معاناة في محافظات ديالة، صلاح الدين ايضا نفس الحالة، وان شاء الله الموصل من تتحرر باذن الله تعالى ايضا يجب ان تمد يد العون، يجب ان تعاد البنى التحتية حتى نكسب الشباب الرياضي، نرجع نخليه على السكة الصح، بدل أن يعاني من أزمة بطالة. وعندنا مواهب كثيرة، يعني الآن دا نشاهد الأخ باسل داود رئيس الاتحاد الفرعي بكرة القدم في صلاح الدين يقول بنى تحتية ماكو، ساحات ماكو، زين احنا شلون نجيب الحكام وندعمهم إذا ماكو بنى تحتية؟ فنتمنى، هذه دعوة خالصة نقدمها من برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، أنه الحكومة العراقية تضع في الحسبان إعادة البنى التحتية الرياضية. صح إحنا عندنا نازحين والله يكون بعونهم، وصح إحنا عندنا خراب في هذه المدن بسبب ما اقترف داعش المجرم وعصاباته بحق المدنيين بحق البنى التحتية، لكن يجب أن نضع بنظر الاعتبار قضية إعادة البنى التحتية الرياضية اللي هي صرح مهم
نحتوي به الشباب ونعيد لياقتهم ونعيد مستواهم ونعيد إمكانياتهم ونوظمهم خدمة إلى الرياضة العراقية. هذه الدعوة أتمنى أن تصل إلى مسامع المسؤولين. أيضا وصلتنا شكوى، وإحنا حرصنا دائما أن نصل بهذه الشكاوى لكل نجوم الرياضة العراقية إلى المسؤولين. بطلة من ذهب تدعى أميرة كاظم، هي بطلة العراق، بطلة العالم وبطلة آسيا في ألعاب المعاقين وبالتحديد في رمي الرمح، في ألعاب أخرى. البطلة العراقية تواجه مشكلة الآن، طبعاً هي تنتظر مشاركة مهمة لتمثيل العراق في بطولة آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. المشكلة تتعلق بموضوع جواز سفرها اللي أصبح نافذ وهو صادر من بغداد، وبما أنه البطلة تسكن الديوانية راجعت الجوازات الديوانية عدة مرات لكنهم رفضوا إصدار جواز تحت ذريعة عدم وجود بطاقة سكن لديها كونها حتى الآن غير متزوجة. مع العلم هي تسكن مع شقيقتها في دار للإيجار في محافظة الديوانية، وقدمت بطاقة سكن شقيقتها لكن الأمر رفض من قبل جوازات الديوانية، وآخر موعد لتقديم الجوازات للجنة البارالمبية هو هذا الأسبوع. ورغم ما حصلت عليه من بطولات قارية وعالمية خلال السنوات الماضية وما زالت تفتقر لمنزل يأويها ولا حتى قطعة أرض سكنية، إلا أنها تعاني من اللامبالاة من قبل المسؤولين في دوائر الدولة. بصراحة هاي القضية والله أخجل أحكي بيها. بطلة قدمت الكثير للعراق، بطلة تشوفها عانت ما عانت، اتحدت ما أقدر أقول معاقة، لا والله بطلة هذه، لكن هي بطلة من أبطال العراق في لجنة البارالمبية. أبسط حقوق المواطن العراقي أنه يحصل على جواز سفر. يا جماعة الخير، عدها جواز قديم، اعتمدوا الأوليات مال الجواز القديم وبالتالي انطوها، عدها مشاركة تمثل العراق. ما أدري أني بعض دوائر الدولة شنها البيروقراطية اللي عندكم وشنها الأدمغة المتحجرة عند البعض. يا جماعة الخير، ترى هاي مو نازلة من السماء ولا نازلة من القمر، معروفة للعراق، معروفة إعلاميا، معروفة أنه هي بطلة، إنسانة مو إنسانة عادية، إنسانة تمتلك الكثير من المواصفات والخواص، ليش ما ندعمها؟ زين هاي أني من أحاربها بهيش محاربة، شو راح تحقق نتائج للعراق؟ بالله عليكم أسألكم أنتم يا قاعدين على الكراسي وكل واحد كرشة واصل لهنا، يعني انتبهوا، بس انتبهوا لهذه القضية. هذه لازم تدعم، لازم تقدر، اهلا وسهلا، ندزلها على شاي، ندزلها على مي، تفضلي استريحي اختي العزيزة، انت بطلة، لازم ندعمك. مو كتابنا وكتابكم وبطاقة سكن وتطبقون عليها. مع الأسف كل الروتين الممل يطبق، كافي عاد، اشتغلوا بما يرضي الله، كافي عاد. يعني ما نريد نتدخل في تفاصيل ونقول اكو فساد واكو رشاوي واكو فلوس. هاي البنية ما تعطي فلوس، هاي مواطنة عراقية غصبا عليكم تصدرون لها جواز سفر. هو شو طالبة من عندكم هي؟ شو تريد؟ يكفي انه حققت انجازات، لا حصلت قطعة ارض، قاعدة ايجار، كافية خيرها شرها، دا تحقق انجاز للعراق، مظلومة اعلاميا، والله انا اقول مظلومة اعلاميا. ما تطوها جواز سفر؟ عندها جواز سفر قديم، خلاص باعوا، شوفوا الانجازات اللي قدمتها، شوفوا الدول اللي شاركت بيها، باعوا شوفوا، وبالتالي انطوها جواز سفر. هسه عيب والله نستغل هذا الوقت وهذا البرنامج نحكي في قضيه انا اعتبرها قضيه بسيطه جدا. لا يمكن، وين وصلت الحاله بيها حتى طرقت الاعلام وطرقت ابواب الشوط الثالث اللي هي منبر لكل الرياضيين؟ والله عيب. فانا ادعو مدير الجوازات العامه، يا اخي العزيز خابر بجوازات الديوانيه وخلي يصرفوا لها جواز، ما يصير. راح نتابع هذا الموضوع ونشوف، هاي بطلة حقها علينا. فأرجوكم يا جماعة من تقعدون على الميوزة لا تنسون إنسانيتكم وتنسون الرحمة بالناس. ترى الكرسي ما يدوم، مثل ما جيت من المكان يرجعوك المكان آخر. فاشتغلوا حبا بالعراق وبخدمة الناس يا أخوان. الناس ترى وصلت لنا عندهم، ما يصير. هذا الموضوع راح نبقى نتابعه ونشوف بطلتنا أميرة كاظم اللي نوجه لها التحية، نوجه لها التقدير، ونقول لها والله يا أبا حقك علينا، والله يا أبا الناس مدى تقدر جهودك ومدى تقدر إنجازاتك، وبالتالي ننتظر تدخل حتى على مستوى وزير الداخلية. المفروض وزير الداخلية يخابر يقول هاي بطلة، بابا بطلة عالمية، انطوها جواز.
إن شاء الله نتابع هذا الموضوع ونشوف وين يصير، وكنا عد عينات يا بطلتنا العزيزة الغالية أختنا أميرة كاظم. مشاهدينا الأحبة، أيضا اتحاد الطاولة العراقي بالرغم ما يعانيه، وكنا نتمنى أنه تتقارب وجهات النظر وتتوحد الرؤى خدمة للطاولة العراقية، إلا أنه الاتحاد الآن يحاول أن يوفر إقامة دورة تدريبية بمشاركة 25 مدربا من كل محافظاتنا العزيزة، حيث أفاد اتحاد الطاولة العراقي بإقامة دورة تدريبية دولية بمشاركة 25 مدرب من مختلف المحافظات. رئيس اتحاد اللعبة كاظم خزعل في اتصال للشوط الثالث تحدث وقال أن الدورة راح تقام في محافظة النجف للمدة من 24 لغاية 28 من الشهر الجاري، يعني بدأت يوم أمس، حيث سيحاضر فيها الخبير المصري أحمد الدولتلي. وأضاف أن المشاركين في الدورة هم من محافظة أربيل ومحافظة بغداد وديالة وكربلاء، بالإضافة إلى محافظتي النجف والمثنى، وأيضا محافظة بابل وميسان وذي قار. نتمنى الموفقية والنجاح لأبطالنا في كرة الطاولة. إحنا عندنا نشاط بصراحة، يعني نأخذ لقطات من بطولة السيدات بكرة القدم للصالات، واللي أقامتها اللجنة النسوية في اتحاد الكرة العراقي، بطولة الدوري. يا ريت زميلنا علي نشوف هذه اللقطات الخاصة بهذه المنافسات، هذه البطولة اللي جرت على المراكز التخصصية في وزارة الشباب وجمعت عدد من الأندية. هذه البطولة التنشيطية الغرض من عدها هي تنشيط واقع كرة القدم النسوية التي بدأت تستقطب المواهب، بدأت تستقطب النجمات، وبالتالي نشاهد ونتمنى أنه كرة القدم النسوية تكون متطورة وتكون عند مستوى الطموح، لأننا نبحث دائماً عن التطور والطموح. والأخ العزيز سعد مالح رئيس لجنة كرة القدم النسوية دعا الشوط الثالث أن نقيم إعلان إلى كل بناتنا الموجودات في كل العالم، من تجد في نفسها الرغبة والكفاءة لتمثيل المنتخبات الوطنية فعليها مراسلة اتحاد الكرة العراقي، اللجنة النسوية في اتحاد الكرة، وبالتالي يتم التواصل معها لغرض الاستفادة من خدماته. احنا نتمنى الموفقية والنجاح الى منتخباتنا النسوية، الى انديتنا، خصوصا انه اندية كردستان الان جت اداة داعمة للكرة العراقية النسوية، وبالتالي راح نكون اولا باول مع هذه الكرة وهذه الرياضة. اللي احنا خلال الشوط الثالث اعلننا دعمنا للكرة النسوية والى الرياضة النسوية عموما حتى ترجع الى الواجهة الذهبية. مشاهدينا الأحبة، في اخر فقرة من فقرات هذا اليوم من برنامج الشوط الثالث، حرصنا كل الحرص وبعد الاتصالات الكثيرة التي وصلتنا الى ان نعيد الحالة الصحية المتدهورة للبطل العالمي الآسيوي فيصل مكي، هذا البطل الذي قدم للعراق الكثير الكثير من الانجازات، سواء كانت على مستوى العالم العسكري، على مستوى آسيا، على مستوى العرب. البطل يعاني ما يعانيه من تدهور في صحته، يعاني من جلطة دماغية، وبالتالي يحتاج إلى مبلغ من المال لإجراء عملية. زميلنا محمد الخفاجي أجرى هذا الفيلم القصير الذي يتحدث عن تدهور حالة الكابتن الكبير، اللي نتمنى له الصحة والسلامة وأنه يرجع إلى عروس الألعاب مثلما كان عاملة مساعدة لكل الإنجازات. فيصل مكي ومعاناته أمام أنظار المسؤولين في الشوط الثالث، نتابع.
عداء ذهبي أبهر العالم بنتائجه وشرف اللعبة بإنجازاته في الوقت الذي دافع عن ألوان العلم العراقي بمختلف بقاع العالم. فيصل مكي ابن 68 عاما هو أحد أبرز النجوم الذين انجبتهم عروس الألعاب، حيث كان عداء من الطراز الأول في سباقات المسافات القصيرة. والله لا يسلمهم في كل الزين، بس عنهم كان هو والأمين المالي سيد سلمان زينين. أنت شنو اللي تحتاجه اليوم؟ تحتاج علاج والله، علاج. ما عندك الإمكانية إنه تسافر حتى تجري العملية؟ لا والله ما عندي. ما حد ساعدك بهذا الموضوع؟ ما ساعدنا. ساعدنا اللجنة الأولمبية طالعة. المكتب التنفيذي يعني مشكور على وزارة الشباب والشمال. شنو اللي انطاك اياه المكتب التنفيذي مال اللجنة الأولمبية؟ يعني علم كان يعطيهم 1.5 مليون. مليون ونص فقط؟ أنا شنو ممكن أسوي لك المليون ونص؟ يعني هم عاد إمكانياته 500. مثل الوزير 500. وزير الشباب هل قدمتوا طلب للوزارة؟ لحد الآن في الشمال. ماكو أي استجابة؟ ماكو أي استجابة. لم يغادر معشوقته وظل متمسكا بأم الألعاب، إلا إنها لم تحمل له الوفاء في نهاية المشوار، فتخلت عنه وتركته يصارع المرض وحيدا بعد أن أصيب بشلل الرعاش. اتحاد اللعبة والقائمون عليها لم تحركهم استغاثة هذا الرمز الرياضي ليستنجدوا بكل من يملك الضمير الحي في زمن تغيرت فيه مقاييس الوفاء وإكرام المضحين. والدي عاني من مرض شلل الرعاشي وسكر، والشلل الرعاشي بالعراق ماكو يعني أي أحد علاج لهذا المرض، صعب. خارج العراق ممكن يعالجوه ورعاية خاصة يحتاج له، يعني ما الإمكانية المادية نقدر ندزه خارج العراق، نطلب يعني نطلب من جهات المعنية تساعدنا بالرعاية الطبية للوالد. سنوات طويلة والعداء الذهبي فيصل مكي لم يبح بألمه ولم يكشف شكواه من عقوق المسؤولين، إلا إن حياته باتت على المحك ولم يحتاج سوى مبلغا ماليا بخسا ليجري تداخله الجراحي الذي قد يعيد له عافيته وينقذه من سكرات الموت الذي قد يسرقه على حين غفلة، وحينها لا تنفعه سرادق العزاء ولا مواساة المسؤولين. كما هو حال بقية الرياضيين الذين يعني تعرضوا إلى إصابات وإلى تمزقات وإلى يعني جراء هذا التمرين، هو اليوم يشكو من حقيقة أعتقد يعني هناك جلطة يمكن أصابته، ويعني نأمل من السادة المسؤولين، السادة مسؤولي الرياضة، السادة السياسيين، أن هذا البطل الذي رفع اسم البلد عاليا في محافل الدنيا أن ينظروا إليه بعين الاعتبار زين ويتكفلوا بعلاجه. هذا أقل شيء، لأنه هذا لا هذا من كان يلعب لا عنده عقد احتراف مثل اللاعبين اليوم، ولا عنده رواتب، ولا كان يصرف من جيبه، كان حبه وعشقه للعبة وللوطن ورفع اسم العراق في المحافل الرياضية. والله يعتبر الأستاذ فيصل مكي علم من أعلام الرياضة العراقية، وأيضا علم من أعلام أبطال القوة، يعني ناشد سعد البزاز إنه هو دائما الرعاية الأبوية اللي يقدر إنه يقدم الدعم إنه يحقق له فتشي يقدر يعني يسعفه بهاي الحالة، لأنه هو شخص يعني مثالي. يعني إحنا ما راح نطالب من الجهات العليا، بس نطلب من الأستاذ سعد البزاز وهو معروف بكرامة. وبرغم الطلبات المتعددة التي قدمت إلى وزارة الشباب والرياضة والجهات المسؤولة، إلا أنه ما زال يشكو غياب اللمسة الإنسانية مترجيا انتشاله من واقعه المريرة. من بغداد للشوط الثالث، محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير الوافي، واللي أعتقد من خلاله وصلنا سوء حالة البطل السابق العالمي فيصل مكي، اللي أتمنى إله والعائلة الصحة والسلامة. والله مرات الكلام يهرب من عندنا من نشوف بطل ورمز من رموز الرياضة العراقية بهذه الحالة. عرفناك قويا وما تزال قويا يا فيصل مكي يا أبا محمد. أتمنى بلدنا بخيرين هواية أن تمتد يد العون لفيصل مكي ولعشرات من الرواد الرياضيين
الذين يعانون ما يعانون، ونحن نحاول في الشوط الثالث قدر المستطاع أنه إحنا نلقي الضوء ونجيب الحالات الصحية المتردية لهؤلاء الرموز ونخليها أمام، إحنا ما نمتلك غير أنه إحنا نخلي الحالة أمام المسؤولين، وبالتالي يبقى القرار لهم. لكننا على ثقة ويقين أنه العراق وأهله ما زالوا بخير. نتمنى الصحة والسلامة إلى فيصل مكي وإلى كل أبطالنا ورموزنا ورياضيينا وإلى شعبنا الكريم. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. كل الموفقية والمحبة والسلام والخير إلى الرياضيين وإلى كل من يسعى إلى أن يقدم شيء إلى العراق. أحلى تحية من زملائي العاملين في استوديو البث في الكنترول، ومن زملائي مراسلي البرنامج في كل محافظاتنا العزيزة، ومن خلفهم المبدع دائما مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى، وأخبار رياضية تتابعوها أول بأول عبر الشوط الثالث، أقول لكم في ملاه.